إذا رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وأكيد وصلنا لفقرة الحراك المدني والمبادرات الشبابية، واليوم حنتكلم عن فريق الدعم النفسي. أكيد معنا حيكون اتصال هاتفي، أكيد عضو أميمة من أعضاء فريق الدعم النفسي غات، وزي ما قلنا وزي ما نوهنا وزي ما حنعاودوا أن احنا في هذا الأسبوع وخلال هذه الفترة تحديدا نحاولوا أن احنا نضووا على منظمات من الجنوب الليبي ونشوفوا كيف صاير في الحراك المدني والمبادرات الشبابية داخل الجنوب الليبي. ومعايا حناخدوا اتصال هاتفي مع مسؤول من منظمة غات. نقوله ألو صباح الخير. معانا أكيد السيد أحمد الحداد. ألو صباح الخيرات. ألو صباح الخير. صباح الخير للمتابعين ومن العالم والمتابعين، تحية صباحية عطرة جزءها لكم وللجميع المشاهدين في قناة 218 ولجميع المشاهدين الكرام. في البداية نرحب بك ونبي نسألك، أمتى تأسست منظمة غات؟ منظمة غات كانت فرع من فروع مؤسسة الشيخ الطاهر راوي الخيرية، فريق الدعم النفسي غات. فبعد عملنا في فريق الدعم النفسي كان في شهر 3/2016، استمر هذا الفريق العمل لمدة سنة كاملة. طيب يعني أهداف منظمة الدعم النفسي غات سيد أحمد، ما هي هذه الأهداف لما أسستوا هذه المنظمة؟ شن كنتوا تفكروا؟ طبعا في يستقبل في اهتمام مؤسسه الشيخ عرب الدوريه في الفقله واهتم الشيخ عرب الدوري النفسي الاجتماعي في ليبيا تضم المشروع وكان البداية باختيار وترشيح مجموعة من النشطاء والأخصائيين الاجتماعيين والمسلمين لعالم الطفولة، وكانت أولى الخطوات يا أستاذة هي تم تكوين فريق ذوي الاختصاص في بداية العمل وتم تدريبهم يهدف على الصعيد العام وعلى الصعيد المحلي تحت إشعار الدكتور عدنان حمص، وأوجه له التحية في هذا الصباح العطر. ثم تم تدريب كيفية التعامل مع الأطفال وتقديم الدعم النفسي للأطفال، ومن ثم انتشر هذا الفريق في بداية ممارسته في أعمال في تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمدينة، حيث يتم استهداف الأطفال في بعض المدارس ورياض الأطفال، ويقوم الفريق في العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والدينية لإدخالها بعض العروض الرياضية والعروض الترفيهية ذات الفائدة للأطفال والألعاب الشعبية. ونتيجة للأحداث طبعا تم تكوين هذا الفريق، ونتيجة للأحداث والحروب والنزاعات التي حدثت في ليبيا أدركنا إلا أهمية وجود فريق الدعم النفسي مصاحب لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال. والهدف الرئيسي لهذا الفريق يا أستاذة ليلى يا رضا التميس تقديم الدعم النفسي للأطفال، نضع الأطفال في إكسار حقوقهم. سبقنا في ليبيا عامة أن الأطفال عم يشيل في الجهات المختصة ما عم تحقهم حقهم في التعليم، مش عاطينهم يعني حقهم في التعليم ولا حقهم في اللعب ولا حقهم في كذا. فاحنا من خلال الامراض الخصوصيه المنطقه توجهنا بهم الى الاحياء اليوم العادي للتوحد
عرفناهم بحياه اليوم العالمي للطفل، وحياه اليوم العالمي للتوحد، وحياه اليوم الوطني للبيت التقليدي، والمشاركه في فعاليات مهرجان غاد السياحي، تقديم الدعم النفسي للمرضى الكلى، والعديد من المشاركات التي شاركنا فيها. طيب شنو المشاريع اللي بتشتغلوا عليها يعني مستقبليا؟ في طور الاعداد فريق لتوسيع هذا المشروع، فتم ان شاء الله الان اطلاق مجموعه مدينه مكتوب منتشر على ربوع البلاد في منطقه، ان شاء الله عازمين ان القيام بالعديد من المناشط واحياء مهرجانات دوليه على مستوى ليبيا ان شاء الله. طيب يعني سيد احمد، يعني اكيد نبو منك بس كلمه اخيره بحكم يعني حضرتك متحدث من فريق الدعم النفسي في غات، كلمه اخيره منك ممكن عن التحديات اللي واجهتكم، احكي لنا عنها قبل ما نختم مع حضرتك، اهم التحديات اللي واجهتكم في خلال عملك في فريق الدعم النفسي. واجهتنا كنا المنطقة مفتقرة بشكل كبير للدعم النفسي للأطفال، لأن في أغلب المدارس ما فيهاش أخصائي اجتماعي، في بعض المدارس فيها أخصائي اجتماعي، في بعض المدارس ما فيهاش أخصائي اجتماعي، في بعض المدارس يشتغلوا بدون أخصائي اجتماعي، فالطلب يريد معرفة مشاكل الطالب عن طريق أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، أخصائي، وفي هذا وفي هذه الجملة الأخيرة وجه للسخط من الحكومة الجديدة والجهات المختصة، نأمل بالإهتمام بالطفولة ونطمح كفريق من خلال صندوقتنا أن نتنوع في هذا المشروع في الكافة البرازيلية، وجهتنا كانت نرى في هذا الدور والحمد لله ونالت قبول واستحسان وفي هذا وفي هذه المساحة الصباحية لا يفوتني يا استاذ الا ان اشكر منظمة اليونيسيف التي دعمت هذا المشروع ومؤسسة الشيخ الطاهر الزاوية الخيرية التي كانت هي البادرة الاولى في هذه المؤسسة لهذه النقطة، والمجلس البلدي الغاء الذي تم في اتجاه هذا المشروع والمكاتب الخدمية والإدارية في منطقة غاد، ووجه تحية كبيرة من فريق الدعم النفسي مؤسسة الشيخ طاهر الزاوي، فريق غاد وجميع الفرق مؤسسة الشيخ طاهر الزاوي، وفي الختام وجه لكم تحية كبيرة للقاء دفن مطبوعش التي كانت هي الأولى في إبراز هذه المناشط. شكرا لك أحمد حداد، كنت معنا من فريق الدعم النفسي غات. شكرا مشاهدينا، بهيك كملت طبعا فقرتنا أساتذة، ولكن برنامجنا مازال مكملش. اليوم كانت فقراتنا متنوعة لميس، ممكن كانت أول فقرة اجتماعية اللي تكلمنا عليها، واللي دائما حاولوا أنها هي تكون قريبة ليكم، قريبة من الأشياء اللي تعانوا منها والأشياء اللي تبوا تتكلموا عليها. واليوم اخترنا أن تكون الركز ونسلط الضوء على الأمثال الشعبية الليبية المتداولة، كان عندنا استطلاعات عديدة من غريان ومن سرت، وشفنا أيضا حتى تعليقات على السوشيال ميديا عن أكثر الأمثال الشعبية المتداولة في الشارع الافتراضي هو الفيسبوك. من بعد ما كانت عنا فقرتنا الاجتماعية نمشينا على طول لفقرة التكنولوجيا، واليوم أكيد من بعد الأخبار عند أميمة أخبار تكنولوجيا، صاردنا مع بعض مجموعة من التطبيقات المهمة على أندرويد والأكثر يعني تعتبر ممكن أكثر تطبيقات تم تحميلها في 2018 للأجهزة اللي تشتغل بنظام الأندرويد، ووقفنا أيضا على هاشتاج فؤاد الجريتلي والفزعة لفؤاد اللي حنرجعوا لها من بعد شوية أكيد قبل ما نختموا هذه الفقرة. أما الفقرة اللي بعدها
وبعدها حنسافرنا بيكم إلى فيينا وأفضل 5 مدن في العالم زي ما قالت صحيفة تيليغراف. تعرفنا على أيضا الأكلات الشهيرة اللي تشتهر بها النمسا وأحسن المعالم اللي في فيينا. وبعدين وصلنا لي الفقرة السادسة وكان معانا السيد أحمد الحداد من فريق الدعم النفسي غاد، وكان معنا في اتصال هاتفي وتكلمنا معاه ممكن عن تفاصيل فريق الدعم النفسي غاد وعن التحديات ممكن اللي واجهتهم، أيضا الأعمال والمشاريع اللي يخدموا عليها حاليا ومستقبليا. أكيد. وبما إن طبعا إحنا يعني قناة 218 دايرة هاشتاج الفزعة لي فؤاد، ومن الضروري إن الهاشتاج هذا فعلا يتعمم في كل الصفحات اللي بيها باش يقدر فؤاد يوصل للمكان اللي هو كان يبيه، وباش حتى إحنا نفرح ونشوفه لي بيقدر يحقق حلمه بمساعدة طبعا اللي بيين، لعل وعسى يربح هو ويصبح The Voice لسنة 2018. فصوته لفؤاد أكيد للأسف لأن ما فيش خطوط تصويت مفتوحة من ليبيا، ف مناشدة لكل الليبيين خارج أرض الوطن إن هم يدعموا فؤاد بتصويتهم. أكيد يعني للمعلومات وتفاصيل أكثر تقدروا تزوروا صفحتنا، صفحة قناة 218 على فيسبوك، وتعرفوا تفاصيل أكثر عن ممكن حتى الأرقام اللي تخص كل بلد وين ما أنتم قاعدين حول أنحاء هذا العالم. ولميس باش نذكروا ايضا مره اخرى المشاهدين ان قناه 218 بتقوم بنشر كل الهاشتاجات اللي حضرتكم اطلقتوها ضمن تقارير خاصه بالاضافه لعرض بروموهات خاصه بفؤاد الجريتلي طول فتره وجوده في البرنامج حتى يفوز بلقب The Voice ويفرح الليبيين ونشوفوا البهجة والسرور يعود تاني في الشارع الليبي، ونشوفوا ايضا هو وصل لحلمه ممكن بالليبيين وبتصويت الليبيين. صحيح أميمة، هيك وصلنا لختام حلقتنا. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا اليوم، شكرا لكل الناس اللي تشارك فينا سواء كان على صفحتنا على فيسبوك، شكرا لكم، شكرا لإبداء أراءكم، أكيد مشاركاتكم تهمنا هلبة، شكرا لحبكم وشكرا أكيد لولائكم لبرامجنا على قناة 218، ونشكر حتى الناس اللي دائما تشاركتنا في استطلاعات الرأي، شكرا حتى أنتم صوتكم يفرق دائما، صوت واحد هو اللي يقدر يغير يعني من هلبة أشياء سلبية في مجتمعنا. من خلال هذه الأصوات احنا حابين دائما نضوء على الأشياء الإيجابية في مجتمعنا الليبي. أكيد لميس، نضم صوتي لصوتك، وأيضا شكرا لكل المشاهدين اللي تبعوا فينا، ونعدوكم أن احنا دائما نقدموا لكم الأفضل ونقدموا الشيء اللي أنتوا تتمنوه ونكونوا عند حسن ظنكم. برنامج الصبح أكمل، ولكن حلقتنا استنونا في حلقة متنوعة غضوة، أكيد فقرات متنوعة ومواضيع تهمكم. مني أنا أميمة بشير تنميرت، إلى اللقاء مشاهدينا، ارتفعت.